نشرة أخبار المصري اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. وحدة الصين تبحث آخر استعدادات زيارة الرئيس الصيني. جنينة يطالب النواب بنسخة من تقرير تقصي الحقائق. نائب يصوت لأربعة آخرين في مجلس النواب. خبراء روس يتأكدون من إجراءات الأمن في مطار القاهرة. وزارة التجارة تطلق مبادرة نحو العالمية لتشجيع المصدرين. اكتشاف خزان جوفي يكفي مصر 100 عام. النفط يهبط لأدنى مستوى منذ 2003. ثروات 62 شخصا تعادل ما يملكه نصف سكان الأرض. ودكتور عمرو الشبكي يكتب الشكوى لا تهزم إيران. أهلا بكم من جديد وإلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الذي ترأس اليوم اجتماع وحدة الصين بمقر هيئة الاستثمار لمراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بمشروعات التعاون التي سيتم طرحها على الرئيس الصيني خلال زيارته لمصر بعد غد. لمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الأستاذ منصور كامل مساعد رئيس التحرير. وأستاذ منصور أحييك. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. يعني ابرز ما جاء في اجتماع وحده الصين برئاسه رئيس الوزراء اليوم. هو زي ما حضرتك اشرت كده بالفعل، هو الاجتماع بيناقش الخطوط التفصيليه والاجتماع اللحظات الاخيره طبعا قبل الزياره المقرر لها ان تبدا مساء غدا، حيث سيصل الرئيس الصيني مساء غدا الى القاهره لبدء جوله من المفاوضات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحكومه طبعا مجهزه قائمه كبيره جدا من المشروعات. سبق يعني ان عقدت وحده الصين برئاسه رئيس الوزراء عدد من الاجتماعات لمناقشه المشروعات اللي من المقرر عرضها خلال الزياره والتباحث حولها. طبعا هناك عدد من المجالات اللي بيجري التفاوض حولها في مع الجانب الصيني، في مجالات النقل، في مجالات الكهرباء، في مجالات الزراعه، في مشروع 1.5 مليون فدان، طبعا في مشروع العاصمه الاداريه الجديده واللي هيتم تنفيذه من خلال احدى الشركات الصينيه. ايضا الصين لديها اهتمام بالاستثمار في منطقه محور قناه السويس واهتمام كبير جدا. وشفنا يمكن كمان كان في تمهيد لهذه الزياره منذ اللقاء اللي عقد رئيس الوزراء مع الرئيس الصيني في قمه جوهانسبرغ اللي كانت على هامش قمه الصين افريقيا، ولنقشه الاستفادات لهذه الزياره. كذلك طبعا لا ننسى ان على الشق السياسي هناك تنسيق بين مصر والصين في عدد من الموضوعات التي تهم المنطقه العربيه، من بينها طبعا قضايا النزاع والصراعات في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا، بالاضافه الى ان مصر طبعا اكتسبت عضويه في مجلس الامن غير الدائمه والصين هي عضو دائم في مجلس الامن، فهناك تنسيق دائم ما بين الدولتين في مختلف القضايا السياسيه. ايضا الصين تسعى الى احياء طريق الحرير القديم، وهو طريق كان يربط بين 66 دوله، والصين تسعى الى الحصول على موافقه الدول التي كان يمر بها هذا الطريق لاحياء يعني لاحياء سوق تجاري وطريق تجاري كبير جدا كان بيربط بين كل هذه الدول، كانت تمتد من الصين حتى دول اوروبا، وده من شأنه طبعا ان يعود بالعديد من المنافع. كمان كان في تصريحات النهارده من السفير الصيني عن دعم صيني لمصر بقيمه مليار دولار في هيئه وديعه من شأنها ان تدعم احتياط النقد الاجنبي في البنك المركزي. استاذ منصور كامل مساعد رئيس تحرير المصري اليوم، اشكرك على هذه الافاده. نرحب الان في الاستوديو بالمهندس علي والي المستشار الاقتصادي للمصري اليوم، اهلا بكم. يعني كيف يمكن ان تستفيد مصر من هذه الزياره، زياره الرئيس الصيني؟ طيب هو مصر ممكن تستفيد طبعا جامد جدا من هذه الزياره. الصين النهارده نمره 2 عالميا في حجم الاقتصاد، وكان حجمها من 20 سنة أصغر من كده بكتير. طيب ممكن نستفيد إزاي؟ في مجموعة من المقترحات وممكن يعني نمشي عليهم قطاع قطاع. أول حاجة نبتدي بالتعليم. الجامعات الصين بتهتم بالتعليم وجامعاتها ابتدت بقت قوية جدا دلوقتي. ليه ما نفكرش إن احنا نبعت 10,000 واحد مصري سنويا يدرسوا هناك ويتعلموا اللغه الصينيه الصعبه ويتعلموا الثقافه ويدرسوا هناك، وعمليه التبادل بتتم بالفعل حاليا ويبنوا علاقات هناك حتى. بكام واحد تقريبا عمليه التبادل؟ لا مش بكام واحد بس، هي بتتم من فتره كبيره.
ما هو الاقتراح بحضرتك ان هو يبقى فيه 10,000 واحد تقريبا يطلعوا سنويا هناك في مجال التعليم، فده يترفع تماما العدد. ما توقعش ان العدد حاليا بيعدي مثلا بعد مئات، بدا مئات. فدي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه للسياحه، احنا حاليا في الصين بتصدر عدد كبير جدا من السياح عالميا للعالم، حوالي 120 مليون سائح، مصر بيجي لها منهم 50,000 فقط. فليه ما نفتحش الفيزا للسائح الصيني في المطار او نسهلها عليهم؟ انجلترا لما جالهم الرئيس الصيني برضو في من كذا شهر فات، اتفقوا على ان هم يمدوا ما بين 20 25 مكان لتسهيل الفيزا للصينيين، ان هم ياخدوا الفيزا لانجلترا. فبالتالي ليه ما نعملش هذا الموضوع؟ يعني ما نفس الحاجه، او ان احنا نسهل الفيزا كما بنسهلها للاوروبيين. دي تاني حاجه. تالت حاجه ويمكن بعتبرها الاهم من كل ده كمان، هي الصناعه. يعني تقدم الصين قام على الصناعه. صحيح. والتقدم الصناعي في الصين كان ممكن نقول سنه 1990، لو قلنا وقت لما مجدي عبد الغني جاب الجول في كاس العالم، كانوا بينتجوا ب 130 مليار دولار، النهارده بينتجوا ب 3700 مليار دولار. هذا الرقم ضعف امريكا. الرقم ده اربع اضعاف اليابان والمانيا، نمره 3 ونمره 4. والرقم ده حضراتكم شايفين كم مره ضعف مصر؟ 90 ضعف النهارده. اللي عملوه في اللي عملته الصين في ال 25 سنه اللي فاتوا لازم نستفيد بيه. وبالنسبه لنا من ناحيه مناطق صناعيه بنوها، من ناحيه حوافز استثماريه، من ناحيه كل ما هم جمعوه قدروا ان هم يستفيدوا بتسويق للقدرات الصينيه في 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 الفتره اللي فاتت. فبالنسبه لنا يعني الصناعه الصينيه لازم ان احنا نقدر نجيبها بكل قوه. فوق كل ده في حاجات في النقل كما ذكر الزميل، في حاجات في التخطيط، الوزاره السوبر اللي هي بتخطط للصين كلها، في حاجات في اللامركزيه، انك انت يبقى عندك محافظات بتاخد جزء من الضرايب فتبتدي تشغل نفسها وتكسب، لان من غير محافظات ما فيهاش فلوس، فالمحافظ ما يقدرش يشغل نفسه. وفوق كل ده كمان الكفاءات الاداريه الموجوده بالدوله، هناك عندهم نظام بيقدر ان هو يجيب كفاءات اداريه بتدير شركات القطاع العام، بتدير الحكومه والوزارات، بتشتغل بهدف، بتقيم بهدف مرتبط بهدف الدولة، وبالتالي هو ده الحاجة الأساسية. رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بالصندوق الاجتماعي مدحت مسعود كشف عن تفاوضه مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي للحصول على قرض يقدر بنحو 250 مليون دولار لإنجاز خطة الصندوق في دعم قطاعات التعليم والصحة والبيئة. المصر اليوم علمت أن المستشار هشام جنين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل خطابا رسميا لمجلس النواب لمطالبته بنسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تصريحات جنين عن وجود فساد بلغ 600 مليار جنيه. وقالت مصادر إن جنين لجأ إلى مجلس النواب بعد تعنت اللجنة في تسليم أي نسخة للجهاز. في الوقت نفسه وصل مجلس النواب التصويت على القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، وحازت القوانين على موافقة بأغلبية كاسحة لليوم الثاني على التوالي، وسط زيادة عدد المعترضين من النواب على القوانين الخاصة بالزراعة والري. وأثار عرض قانون المهن الزراعية جدلا كبيرا داخل الجلسة من النواب، وانفعل النائب مصطفى الجنزي أثناء المناقشة وطالب بتأسيس مجلس أعلى للفلاحين على غرار المجلس الأعلى للصحافة. وفي سياق متصل، حصلت المصر اليوم على فيديو يرصد لحظة تصويت أحد الأعضاء إلكترونيا لأكثر من نائب، وكان المجلس يصوت على قانون الدفاع المدني، حين طلب مقرر الجلسة من النواب التصويت من الأعضاء بالموافقة أو بالاعتراض على القانون. وحين بدأ التصويت الإلكتروني بالموافقة، ضغط أحد النواب على الزر الموجود من أمامه بجانب ثلاث أزرار لنواب آخرين. ولن إقبال باب المناقشة بشأن القرار القانون رقم 62 لسنة 2014 الموافق على القرار نهائيا يتفضل بالتصويت عليه إلكترونيا. وزير الخارجية سامح شكري التقى اليوم نظيره الليبي محمد الدايري بمقر الوزارة لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية، ووجه الشكر لمصر على دورها الداعم لاستقرار المجتمع الليبي والهادف للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ودعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا. ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف أستاذ فادي فرانسيس المحرر الدبلوماسي بالمصري اليوم. أهلا بك أستاذ فادي. طلعنا على تفاصيل لقاء وزيري الخارجية المصري والليبي وأهم الموضوعات التي طرحت للنقاش خلال هذا اللقاء.
الوزير سامح شكري وزير الخارجية أكد للسيد محمد الدائري وزير خارجية ليبيا على دعم مصر لجميع الجهود الليبية في مكافحة الإرهاب. كذلك أكد على ضرورة الصراع في تشكيل حكومة وحدة ليبية حتى تمكن ليبيا من تطبيق الحل السياسي ومن التركيز في مواجهة الإرهاب. الوزير محمد الدائري عقب اللقاء أكد على ضرورة أن يتكاتف العالم مع القضية الليبية، خاصة وأنها تواجه حربا كبرى ضد تنظيم داعش والذي حاول السيطرة على النفط الليبي على مدار الأيام الماضية، فضلا عن ارتكابه أعمال إرهابية في درنا وسرت. وكذلك أكد على ضرورة أن يقدم العالم تسهيلات إلى الجيش الليبي حتى يتمكن ويرفع ويقوم برفع الحظر لتوريد السلاح للجيش الليبي حتى يتم حتى يتمكن من مواجهة الإرهاب. أشكرك أستاذ فادي فرانسيس المحرر الدبلوماسي بالمصري اليوم على هذا التوضيح. شهد عدد من المحافظات حالة من الطقس السيء وانخفاض في درجات الحرارة وصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء. وأغلقت وزارة النقل 3 موانئ في السويس بسبب سوء الأحوال الجوية، وأسفر الطقس السيء عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 41 في حوادث طرق متفرقة بمحافظة البحيرة. لمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. دكتور أحمد تحياتي. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني توقعات الهيئة للطقس غدا وللأيام المقبلة. هو ما حدث الأمس واليوم وكما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة عدم استقرار، حيث نشطت الرياح لأكثر من 40 عودة على بعض المناطق وأدت إلى تدهور الرؤية الأفقية، وكانت هناك عاصفة ترابية غطت أغلب أنحاء الجمهورية كما قالت هيئة الأرصاد الجوية. تنتهي هذه الحدة الموجة اليوم إن شاء الله، تبدأ غدا في تقل حدة الرياح، يعني النهاردة من 40 هتوصل إلى 20 عقدة، ولكن هيكون هناك بعض الرمال المصارة والأتربة المصارة، ولكن مش هتصل إلى حد العاصفة كما شفناها اليوم. هتتكاثر السحب المنخفضة ويكون مصحوبة بأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. وبالنسبة لدرجات الحرارة هتكون الجو بالنهار هيكون بارد شديد البرودة ليلا، بيصل إلى حد صقيع على وسط سيناء وعلى شمال الصعيد. يعني وضح مرة أخرى دكتور أحمد، هتستمر كام يوم؟ هو تبدأ يعني الحدة تخف بداية من بكرة، ويبقى عندي بكرة وبعده يعني الثلاث والأربع، تبدأ من الخميس إن شاء الله تنتهي الرمال المصارة والأتربة نهائيا. أشكرك دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. حددت غرفة المشورة بمحكمة جناح مستأنف مصر القديمة يوم 26 من يناير المقبل لنظر أولى جلسات الاستشكال المقدم من الباحث إسلام بحيري لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخرا من محكمة الجناح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد لإدانته في قضية ازدراء الدين الإسلامي. وفد من خبراء روس وصل فجر اليوم مطار القاهرة الدولي، وقالت وزارة الطيران المدني في بيان لها إن الوفد يترأس مسؤول بالوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، وسيبدأ غدا التفتيش بمطار القاهرة الدولي للتأكد من الالتزام بالإجراءات الأمنية. لمزيد من التفاصيل يعني في هذا الموضوع مهندس علي، يعني كيف ترى موقف هذه الإجراءات أو موقف هذا الوفد بقدومه إلى المطارات المصرية؟ هي حاجة مهمة جدا، لأن روسيا بتبعت لمصر سنويا فوق 3 مليون تقريبا سايح، فبالتالي بالنسبة لنا السياحة الروسية حاجة أساسية، ومهم أنهم يطمنوا أن مصر دولة آمنة في خطواتها في المطارات. دي أول حاجة، بس غير كده يعني إحنا محتاجين نفكر لخطوة القدام. يعني مصر كانت بتحقق حوالي 9 و10 مليون سايح، بلد زي تركيا بتحقق 4 أضعاف هذا الرقم.
ايه اللي ممكن نعمله اكتر علشان نطور السياحه بتاعتنا. حاجه من الحاجات الاساسيه ان احنا حاليا الطيران التشارتر كله مملوك لشركات اجنبيه، ومعنى كده ان هو لما الشركات الاجنبيه دي بتقف تماما او دولها بتقرر انها توقف انها تيجي مصر، بيبقى بيتمنع عننا السفر، لان زي ما حضرتك عارفه معظم السياحه دلوقتي بتيجي عن طريق الطيران. طيب مهندس علي، يعني بعد الخسائر التي لحقت بمصر اقتصاديا في هذا الموضوع بعد سقوط الطائرة المنكوبة والخسائر التي طالت الجانبين، هل هذه الزيارة تعتبر مثال لتجاوز الأزمة؟ لا لسه. يعني دي زيارة إجراء بيتابعوا بيشوفوا إيه اللي بيحصل، الأزمة تعديها لما يبقى في سياحة ابتدت ترجع. فلا ما نعتبرش يعني دي خطوة في النص. وزارة الصناعة والتجارة أطلقت اليوم مبادرة جديدة تحت عنوان نحو العالمية من أجل تشجيع ثقافة التصدير لدى الشركات وتوفير برامج لدعم صغار المصدرين، وتهدف المبادرة لزيادة قاعدة الشركات المصدرة من خلال توفير برامج لدعم صغار المصدرين وتشجيع المصنعين على استغلال فرص الانطلاق للخارج واستغلال البرامج المتاحة التي تخدم مصالحهم وتعزز قدراتهم التصديرية والتنافسية. ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف أستاذة أميرة صالح نائب رئيس القسم الاقتصادي بالمصري اليوم. أهلا بك أستاذة أميرة. أهلا بك. قولي لنا تفاصيل هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة التجارة. الوزارة بدأت في المبادرة دي لتشجيع عدد جديد من المصدرين ان هم يبدأوا ينطلقوا بالإنتاج المصري للأسواق المختلفة سواء في أوروبا أو أفريقيا، والحقيقة ان في دول كتيرة من الدول الخارجية بتوفر خطوط ائتمان لدعم الصادرات ليها، وكان فرصة لنا ان احنا نحاول نعوض شوية الخسائر اللي حققناها في الصادرات الفترة اللي فاتت، واللي كانت تقريبا يعني وصلت في سبتمبر اللي فات 11% خسارة في الصادرات المصرية، وكان لازم دخول عدد كتير من المصدرين الجداد، وكانت فرصة للوزارة ان هي تبدأ تنقل الخبرات من كبار المصدرين للصغار من خلال برامج الدعم المشتركة ما بينهم. وكان في كمان نظام دعم الصادرات اللي عاملاه الحقيقة الوزارة من خلال صندوق دعم الصادرات، هم كمان بيقدموا دعم اكتر لصغار المصدرين، وتم تأسيس مجالس تصديرية متخصصة لصغار المصدرين لنقل الخبرة ليهم لزيادة قدراتهم التنافسية الخارجية في ظل يعني المنافسة العالمية الكبيرة دلوقتي. شكرا أستاذة أميرة صالح نائب رئيس القسم الاقتصادي في المصري اليوم. أرجع لك باشمهندس علي، يعني كما ذكرت أستاذة أميرة أنه هناك خسارة في الصادرات المصرية، في رأيك كيف لهذه المبادرة أن تؤثر في زيادة الصادرات المصرية للخارج وخاصة من صغار المصدرين؟ طيب هي المبادرة جيدة لأنها بتبتدي بتشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة، هي بتشجع حوالي 250 شركة على 3 سنوات، بس هل هتأثر زي ما حضرتك بتسألي دلوقتي؟ لا انا اعتقد لا لسه، دي حاجه بسيطه جدا. احنا مفروض ان احنا نحط هدف لزياده الصادرات. احنا بنصدر النهارده حوالي 22 مليار دولار، بلد زي يعني الصين بتصدر 1000 ضعف، سوري مش 1000 ضعف 2200، حوالي 100 ضعف. لما ابتدت يعني تطورها ابتدت حطت اهداف، هدف بعد 5 سنين وهدف قبله بعد 3 سنين وهدف بعد سنه. فاحنا لازم نحط بالنسبه لنا كوزاره صناعه او كتخطيط ان احنا نضع هدف واضح وصريح لصادرات مصر كقطاعيه وكشركات كبيره وكشركات صغيره ومتوسطه، وبعد كده ده يبقى برنامج منها. فدي مبادره جيده جدا طبعا، ودي في الاتجاه الصحيح، ولكن دي نقطه في بحر عايزين نبنيه. الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت قام بتكريم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمناسبة اختياره شخصية العام، يأتي ذلك في إطار مشاركة الإمام الأكبر في احتفالية الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية للعام الجاري، حيث تم اختياره بالمهرجان تقديرا واعتزازا بجهوده في النهوض بالثقافة الإسلامية ومواجهة الأخطار الفكرية والثقافية التي تهدد المسلمين. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. لمزيد من الأخبار تابعونا.
مشاهدينا، عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أعلن عن تنظيم مؤتمر عالمي لقناة السويس تحت عنوان الفرص والتحديات، سيتم تنظيمه نهاية الشهر المقبل، يهدف إلى زيادة التواصل وتبادل وجهات النظر مع أكبر عدد من العملاء باعتبار أن الهيئة لا تعيش في جزيرة منفصلة. باشمهندس علي، يعني القناة لم تحقق طموحات المصريين وإيراداتها في تراجع من الناحية الدولارية، فكيف ترى تنظيم مثل هذا المؤتمر في الوقت الحالي، وكيف له أن يسهم في زيادة إيرادات القناة مرة أخرى؟ طيب، هو المؤتمر مهم بالنسبة للقناة نفسه، أنه بيقرب القناة مع العملاء بتوعها، فبالتالي ودي حاجة مهمة جدا أي شركة بتعملها، وأي يعني أي حد يعني لازم يتقرب من الناس اللي هو بيتعامل معاهم. بس أنا مش عايز أفكر خالص في موضوع إيرادات القناة ده على أنه ده الهدف بالنسبة لنا، لأن إيرادات القناة حوالي 5 مليار دولار سنويا. بلد زي دبي بتعمل حوالي 80 مليار من منطقة شبه منطقة محور قناة السويس، سنغافورة بتعمل 300، كويس. فإحنا في حاجة صغيرة جدا، هي قناة كبيرة جدا طبعا، بس هي في الآخر حجمها صغير جدا بالمقارنة لو قارناها بدبي أو لو قارناها بسنغافورة. وإحنا عندنا محور تطوير محور قناة السويس ممكن نخلق منه في خلال 10 سنين حاجة زي دبي، وممكن في خلال 15 سنة أو 20 سنة يبقى معانا حاجة زي سنغافورة لو اتحركنا النهاردة. فبالتالي يعني بلاش نقعد نبص تحت رجلينا على حاجة صغيرة، ان الايرادات قلت 50 مليون او 100 مليون او 30 او كذا او زادت حتى، مش هتفرق. يعني كل الحاجات دي مش هتفرق، لان الهدف اكبر الناحية التانية، يعني يبقى في صناعات مبنية لوجستية وغير لوجستية، سيارات وغير سيارات، الكترونيات وكل شيء اللي هو مبني هناك، وناس بتتنقل. مدينة زي شانزان في الصين اللي هي قامت عليها الحضارة الصينية في العشرين سنة اللي فاتوا، كان فيها سنة 1990 70 ألف مواطن، أصغر من السويس. النهاردة حضراتكم فيها قد إيه؟ 14 مليون واحد. فمنطقة زي يعني المنطقة دي ممكن تنجح عندنا، بس إحنا محتاجين إن إحنا نبتدي، ومحتاجين نبتدي بهدف واضح وصريح. أنا عايز أبقى زي دبي أو عايز أبقى كذا بعد سنة 2025، ومعايا الكفاءات اللي هو الفريق بتاعي اللي يعرف ينفذ. وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام غازي قال خلال زيارته محافظة المنيا صباح اليوم إنه تم اكتشاف مصدر جديد للمياه الجوفية في مصر يكفي لأكثر من 100 عام. وقال خلال تفقده مشروع 1.5 مليون فدان إن الاكتشاف يعد مصدرا جديدا للمياه الجوفية يغذي جميع الأبار المستخدمة بالمشروع، وأعلن عن قرض من البنك الدولي بقيمة 0.5 مليار جنيه للمشروع بمحافظتي المنيا وقنا. مهندس علي، حينما نتحدث عن المشاريع وخاصة المشاريع المصرية، يذكرنا ذلك بأنه كان هناك مشاريع بدعم من البنك أيضا، ولكن أغلبها أو يعني وصلت للفشل. كيف ترى هذا المشروع بكل جوانبه الإيجابية والسلبية؟ مشروع المليون ونص فدان مشروع كويس جدا، ان هو يقدر يدي لمصر فرصة ان يبقى فيها اراضي زراعية اكتر معمولة. هينجح لو اتبنى عليه صناعة، هيواجه مشاكل كتيرة جدا لو ما اتبناش عليه صناعة، وممكن اقول لكم ليه. كيلو القطن ب 20 جنيه، كيلو الملابس الجاهزة بحوالي 150 جنيه. بتفرق طبعا من لو بنطلون او بدله او جزمه او كذا، دي حاجه تانية يعني، ولكن الحاجه منها ان الفاليو اد او القيمه المضافه كبيره جدا في الصناعه. كيلو الشيبسي، كيلو البطاطس ب 2 جنيه، كيلو الشيبسي ب 40 جنيه. الفرق ده كله بيبقى رقم زايد جدا في الصناعه. من ال 40 جنيه فيها 10% ضريبه مبيعات، دي 4 جنيه، فيها ضريبه دخل، فيها ضريبه ارباح، الفلوس دي بتخش للدوله. الفلوس دي بتقنع الدولة أو وزارة المالية والتخطيط إن هم يستثمروا في الحاجات اللي هي بتنجح الزراعة. يعني والحاجات اللي بتنجح الزراعة دي هقولها لكم سريعا جدا. إحنا عندنا الفدان بيكلف 40,000 جنيه عشان يتم استصلاحه، ولكن علشان أوصل للفرافرة اللي هي على بعد 560 كيلو محتاج طريق، ومحتاج بعض الناس محتاجة طيارة، ومحتاج سكن، ومحتاج أوتيلات هناك، ومحتاج كذا وكذا وكذا وكذا. الحاجات دي كلها لو وزارة المالية أو التخطيط اقتنعت بأن في عائد وإيراد بيعود إليهم هيصرفوا الفلوس دي، والعائد بيجي لما تدم عليها الصناعة على طول. ولذلك يعني مشروع 1.5 مليون فدان هينجح إذا اتحط معاه تكملة بتاعته صناعة مبنية عليه، وهيواجه مشاكل كثيرة جدا إذا تمت دراسته بالفعل. يعني
المصري اليوم نشرت انفوجراف حول المنتجات الصناعية والتي تسيطر على 54% من صادرات الدول، يليها قطاع الخدمات التجارية. كما نشرت المصري اليوم أيضا انفوجراف في عدد اليوم يشير إلى إسهامات القطاعات الصناعية المختلفة في إجمالي صادرات العالم، وتصدر قطاع معدات التصنيع ومعدات النقل القائمة، فيما احتل قطاع المنسوجات أدنى الصادرات. وتصدرت مصر بملياري دولار فقط في قطاع الإلكترونيات، وثلاثة مليارات دولار في الملابس الجاهزة والمنسوجات، وصفر في الحديد والسيارات. باشمهندس علي، يعني واضح من الخبر أنه مصر في مستويات متدنية جدا من التصدير، وتعتبر في ذيل قائمة التصدير تقريبا، فكيف لها أن تنافس في الصناعات المنتجات الصناعية عالميا؟ طيب، هي مصر بتصدر 1 من 1000 من الصادرات بتاعت العالم كله. صادرات العالم نصها أو أكتر صناعة، فبالتالي إذا يعني عايزين نشارك في التجارة العالمية لازم نشارك في الصناعة. طيب لو حبينا نبص على الانفوجراف اللي هو بيبين القطاعات المختلفة في الصناعة، هتلاقوا ان احنا مشاركتنا قليلة جدا في معظمها. يعني صناعة السيارات مشاركتنا بسيطة جدا فيها، بالعكس احنا بنستورد. الحديد احنا بنستورد برضو او بنغطي نفسنا. الالكترونيات احنا بنصدر 2، ودول مصنع 2 مليار دولار، دول مصنع سامسونج اللي هو في بني سويف، ومثلا هدي حاجة سريعة جدا على هذا المصنع ده، هم الناس هناك يعني كانوا عايزين ان مصر دي تبقى واحدة من المراكز الرئيسية لسامسونج عالميا، ولكن بيواجهوا كمية مشاكل كتيرة جدا مع البيروقراطية اللي موجودة في مصر، ومن ضمنها مثلا ان هم كانوا عايزين ريسيرش اند ديفلوبمنت سنتر يبقى موجود هنا، بس عايزين حوافز، ولحد النهاردة ما خدوش الحوافز دي. فالمهم يعني ان هو بقية القطاعات كلها فيها يعني تواجد ضعيف جدا لمصر، واحنا احنا بهذه الانفوجراس بنحاول ان احنا نشجع الناس انها تعرف احنا فين وبقيه الدول فين، عشان بالقارئ العادي يقدر يقرر ويشوف بنفسه ان انا ممكن ابقى زي البلد دي، ليه ما ابقاش زي نفس حجم تركيا. انطلقت فعاليات قمة الطاقة المستقبل بالعاصمة الإماراتية بمشاركة وزراء الاستثمار والبترول والكهرباء، ومشاركة 80 هيئة وزارية وزوار من 170 دولة من جميع الأسواق العالمية. وتهدف القمة لإجراء مناقشات لمعالجة التحديات التي تؤثر على سرعة انتشار وتبني التنمية المستدامة والطاقة النظيفة في العالم. وقال وزير الاستثمار أشرف سلمان للمصر اليوم إن كل هذه الشركات ستستثمر في مصر مش علشان إحنا شطار، ولكن علشان مصر هي اللي شطرة. مهندس علي، يعني إيه اللي بيمنع مصر من تطوير نفسها في مجال الطاقة النظيفة؟ هو اللي هيمنع مصر سعر البترول مبدئيا، إن سعر البترول نزل، فدي أول حاجة هيمنع مصر وبقية الدول التانية كمان. نزل اقل من 30 دولار لو قعد تحت الرقم ده شويه، وده متوقع. هيبقى الطاقه الغير نظيفه اللي هي البترول او الغاز ارخص، فبالتالي دي اول حاجه هتمنعنا وهتمنع الباقيين. نمره 2، القوانين بتاعتنا والسرعه بتاعتنا دي، لو احنا يعني عايزين نتحرك ناحيه الطاقه الشمسيه والحاجات دي كلها برضو بنبقى ممكن نبقى بطاء فيها شويه، ولكن الاساس كله النهارده، وده اللي احنا كدوله لازم نقعد نفكر فيه، هل من مصلحتنا ان احنا نعمل طاقة نظيفة في اللحظة الحالية، ولا مصلحتنا نعمل طاقة غاز او كذا او كذا، وناخد بقية الفلوس نبني بيها مستشفى او نبني بيها مدرسة او نبني بيها حاجة تانية؟ دي كدولة لازم نفكر في هذا الموضوع. السلطات الأمنية بمرسى مطروح أعلنت وصول 315 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم، منهم 259 خرجوا من البلاد بطريقة شرعية و56 خرجوا بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالي المصريين العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ منتصف فبراير الماضي 123,767 مصريا. وفي سياق متصل، أكدت مصادر رفيعة المستوى عن نجاح المخابرات الحربية في تحرير 21 عاملا مصريا من محافظة المينيا كانوا محتجزين من قبل عناصر مسلحة بليبيا. وإلى الشأن الخارجي، أسعار النفط هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003 ليسجل 27.67 دولار للبرميل. كما سجل الروبل الروسي هبوطا حادا في بداية التعاملات، وهبطت الأسهم الروسية بسبب هبوط أسعار النفط عالميا. ونشر بيانات اقتصادية أمريكية تبعث المخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي عقب رفع العقوبات عن إيران. مهندس علي، يعني تأثير رفع العقوبات عن إيران على الاقتصاد العالمي وعلى المنطقة بأكملها، هو تأثير كبير، لأن إيران كانت دولة مقفولة تماما،
رفع الحظر ده هيؤدي لكذا حاجه. هم عندهم فلوس محبوسه في البنوك العالميه تقدر بكلام الايرانيين حوالي 27 مليار دولار، تقدر بكلام الامريكان لحد 100 مليار. فمبدئيا الفلوس دي هتسترد يتعمل بيها مشاريع، ده نمره واحد. نمره اتنين، في قطاعات كتيره هتستفيد من هذا الموضوع، الطاقه طبعا، النقل، البنوك، التجاره، الصناعه، عندهم صناعه قويه، ده نمره اتنين. الحاجه الثالثه ان هم المتوقع ان هو المتوقع ان هو يحصل استثمار اجنبي في ايران يزيد من 2 مليار دولار السنه دي، السنه اللي فاتت، ومصر 5 مليار دولار الى رقم 50 مليار دولار على ده كلامهم في هذه اللحظه او كلام الفاينانشال تايمز. 50 ده يعني 10 اضعاف مصر، فده بقى لكم تتخيلوا الايه حجم البيزنس اللي هو ممكن يجي في هذا المكان. الشرطة العراقية أكدت اختفاء 3 مواطنين أمريكيين في بغداد يعملون لدى الحكومة كمدربين بمطار بغداد، وقالت أنها تحقق في تقارير اختطافهم، وأقامت نقاط تفتيش في المناطق التي ظهروا فيها قبل الاختطاف ولا يوجد مؤشر واضح على ملابسات اختفائهم. ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تعمل مع السلطات العراقية لتحديد مكان الأمريكيين المفقودين. مصدر دبلوماسي إيراني كشف عن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني حسن روحاني لإيطاليا وفرنسا الأسبوع المقبل في أول جولة يقوم بها في أوروبا بعد رفع العقوبات. يلتقي خلالها الرئيس الإيطالي ورئيس الوزراء وقيادات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى لقاء مع بابا الفاتيكان والبابا فرانسيس في اليوم الثاني للزيارة. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني بعد رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي عن طهران، فيما أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما على بقاء بعض العقوبات المفروضة على طهران بسبب دعمها لجماعات تهدد استقرار المنطقة. وجاء الرد الإيراني من خلال تعبير المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري عن رفضه لهذه العقوبات ووصفها بأنها غير مشروعة. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعلن أن بلاده ستدفع لإيران 1.7 مليار دولار، منها 400 مليون من أموالها المجمدة والباقي فوائد مترتبة عليها. وكانت إيران رفعت دعوى قضائية بحق الولايات المتحدة في لاهاي طالبت فيها بإعادة المبلغ الذي دفعته لشراء معدات عسكرية من واشنطن. انطلقت محادثات سلام في كابل لإنهاء الصراع الدائر منذ 15 عاما بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بحضور كل من أفغانستان وباكستان والصين والولايات المتحدة. وكانت جولة سابقة من المحادثات عقدت في إسلام أباد قبل أسبوع ولم تحضرها طالبان التي تسيطر حاليا على مساحة من الأراضي الأفغانية أكثر من أي وقت مضى. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أمير دولة قطر تميم بن حماد تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط في موسكو اليوم. وتجري هذه المحادثات في إطار أول زيارة رسمية لأمير قطر لروسيا بدعوة من الرئيس الروسي. وأعرب تميم عن أمله في أن تلعب روسيا دورا أكبر في تسوية الأزمة السورية ورفع الحصار عن قطاع غزة، فحين أعلن رئيس مجلس الاتحاد الروسي عن قلق بلاده من تزايد الصراع السعودي الإيراني. ناشطون سوريون معارضون قالوا إن المعارضة السورية المسلحة حققت تقدما في معاركها ضد قوات النظام في دمشق، في الوقت الذي شنت طائرات روسية غارات عدة على مدن سورية مختلفة أبرزها تدمر وسط سوريا. وفي سياق متصل، وصل وفد أممي إلى بلدتي الفوعة وكفرية المحاصرتين من مسلحي المعارضة اليوم برفقة ممثلين عن الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري لتقديم المساعدات الإنسانية. قتل 3 ضباط أتراك في هجوم شنه مسلحون أكراد على مدرعة في إقليم شرناق التركي على الحدود السورية. وفي التوقيت نفسه هاجم مسلحون من حزب العمال الكردستاني قاعدة لقوات الأمن في المنطقة بالبنادق دون سقوط قتلى أو جرحى في الهجوم. منظمة أوكسفام البريطانية ذكرت في تقرير لها أن حجم الثروات 62 شخصا من أثرى أثرياء العالم يعادل ثروات نصف سكان الكرة الأرضية الأكثر فقرا. وقالت المنظمة إن ثروة 1% من أثرى أثرياء العالم تفوق ثروات العالم بأكمله. ودعت المنظمة التي تعمل على محاربة الفقر إلى معالجة الفجوة التي تتسع بين الفقراء والأثرياء.
باشمهندس علي، يعني واضح من التقرير انه الفجوه فعلا بتتسع ما بين الاثرياء والفقراء، والطبقه الوسطى كادت ان تختفي، ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله. واذا كانت لهذه الارقام دلاله، فبرايك ما هذه الدلاله؟ هي الارقام صادمه، ارقام كبيره جدا، بس يعني لما الواحد يبص عليها كده، ثروه الواحد من الاغنياء بتساوي 50 مليون واحد من البلاد الناميه، فالرقم كبير جدا. ممكن نستفيد بها ازاي؟ يعني ندعو الناس دي تستثمر في مصر، ندعو الناس دي تتبرع لبناء جامعات في مصر، يعني تدعو انك انت تشجع ان يبقى في تبادل ما بين الناس دي كلها، وتقدر تحاول مبدئيا تساعد انك انت تطور بلدك يعني هنا. مشاهدينا فاصل ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. أما تقيم تطلع سلالم علاها فيلم بعد الفيلم، منين تجيب وقت تاكل، وقت تخرج، وقت بعد السنين ما انطوت ورا مرور الوقت، سنين محدش قدر يقطع عليك الحلم. وازاي قطعت الطريق بكل جدية، من يوم سعيد في الطفولة لآخر الأحلام، بمثلك انتي تظل القمة مصرية في الفن دايما ومهما طالت الأعوام. يا فتنة الفن، يا مصرية الطابع، انت القمر عالي نور فننا السابع، رحلة مجيدة وأمجادك بتتابع، وانت تاريخك يشرف 1000%، فاتن حمامة كفاية الاسم في الأفلام. أهلا بكم مع إبراهيم عيسى. وفي أعمالهم وفي شغلهم بتعليمات بتروح توجه وتقول يا جماعة من بكرة في كل مصنع في كل شركة، يبقى كده في مسؤولية في كل مدرسة في كل جامعة، يا جماعة من بكرة في أتربة، يا جماعة من بكرة في رياح، فالمفروض 1 2 3 4 نعمل ده. ده مش موجود، ما بيتحولش الامر غير الى البيان اللي بتطلعه مصلحة الاحوال الجوية، كويس تشكر يعني، لكن هو مجرد بيان، المفروض يلاحق بشغل من الحكومة ويبقى موضوع منهج حياة بيتعمل بشكل اوتوماتيكي كده، ان الجو يتحول الى قرارات للناس في مستشفياتنا، في مصالحنا الحكومية، في مدارسنا، في مناطق اعمالنا، في بيوتنا، من خلال اعلامنا الحكومي والخدمي والخاص، بان يبقى مفهوم تعمل ايه في الجو وبالنوع ده من الجو، اتكلم على المواطن. طيب الحكومه نفسها بتعمل شغلها؟ يعني دلوقتي احنا عندنا اجواء رياح واتربة، السؤال بقى المفروض ان الاجهزه المحليه بتاعتنا اول حاجه تعملها انها تنزل قبل من الاجواء، خلاص بقى احنا عارفين بعد 48 ساعه الجو هيقلب. فمثلا على سبيل المثال اراجع حالة الاعمدة بطول الطرق الرئيسية والفرعية، اعمدة النور دي المفروض اتأكد من حاجتين. الحاجة الاولانية الاسلاك العارية المكشوفة اللي ممكن مطر او ريح او هواء او تراب يعمل لي مشكلة، واتأكد كمان من الوجود المصباح الكهربي وشغال ولا لا، علشان انا مهتم جدا في جو الاتربه ان انا اشغل نور ينور يرشد في زحام الطرق او في عدم وضوح الرؤيه. هل الطريق الزراعي والطريق الصحراوي تم بمناسبه انه في اتربه وفي تم اي نوع من انواع الاهتمام بتخفيف اضرار الاتربه والرياح على قائد السيارات في هذه الطرق؟ بمعنى هل في مصدات بتتحط بشكل معين؟ هل في اي استعدادات احتياطيات؟ لا، الاجابه لا، انا بقول لك الاجابه لا بوضوح.
مثلا في داخل المدن وخارجها في الطرق الرئيسية، هل بيتم التأكد من اللوحات الخشبية، لوحات الإعلانات المثبتة على الأعمدة أو على الحوائط والجدران مخافة أنه مطر يجي أو رياح آسف يجي فيحصل أنها تقع على الأرض، تعوق طريق، تموت حد، تصيب حد؟ هل في أي مجلس محلي أو في أي وحدة محلية فيك يا مصر كلها عملت أي مهمة من المهمات دي؟ هل في أي اختبار يعني أدوات وأجهزة تكلمنا فيها مع تكنولوجيا غربية، يعني بأن احنا في لحظات الأتربة نقدر نستخدم ايه عشان نصفي التراب أسرع، علشان نحمل الطرق المفتوحة أو الميادين المفتوحة؟ هل عملنا ولا احنا شاطرين بس اللي نجيب بقى يعني شحنات غاز عشان تفريق المتظاهرين، ونجيب بقى حاجات ما أنزل الله بها من سلطان، بينما الحاجات اللي فيها خدمة البني آدمين والمواطنين لا احنا بنصنعها ولا احنا بنستوردها ولا حتى احنا بنسأل فيها ولا بنتكلم عنها؟ ده دليل بس نموذج بسيط جدا في سوء الأحوال الجوية، واللي هي هتسوء أكتر على فكرة في مطر جاي وفي نوات حصلت في اسكندرية وفي غيرها. وبالمناسبة اسكندرية غرقت تاني بعد كده، بس احنا الفورة والحماسة الأولى بس في التعامل مع مثل هذه الأمور عبرت وعدت. ده المثال والنموذج اللي بتكلم عنه على أساس أنه متى تتغير حياتنا اليومية. أنا مش مهتم أو لعلي صرت غير مهتم بكثير أو قليل بالحاجات الرهيبة الفظيعة الجميلة اللي المفروض تحصل. أنا طموحي قل. طموحي قل في إيه؟ في إنه تيسر حياة المواطنين. ما بقتش عندي ثقة كبيرة في إن في الحكومة إنها يعني بأدائها ده إنها تعمل لنا حاجة كبيرة. طيب تعمل لنا حاجة على قدها وعلى قدنا، اللي هي إيه؟ تيسير حياتنا، تسهيل حياتنا، ترطيب خشونة هذه الحياة، التعامل مع البنية الأساسية للمجتمع المصري، إعادة مرة أخرى مصر إلى يعني بلاد تتمتع بالحد الأدنى من الوسائل والخدمات اللي تضمن لها عيشا كريما بلاش هانئا. وأنا مقدر جدا في الظروف دي إنه الحكومة والدولة، مؤسسة الدولة، شوف الحكومة أقل جهاز في الدولة يعني مذعور، كل أجهزة الدولة مذعورة جدا من فكرة 25 يناير وذكرها. وشيء الحقيقة زي يعني ما يأتي على ذكر أو على فهم أو على ذهن أي مواطن طبيعي راشد، يعني بلد عندها القدر من الخوف ده بتصدره لجمهورها والناسها والمواطنيها، وقدر رهيب من الفزع غير المبرر وغير المفهوم والغامض جدا والمريب للغاية. عايزة مستثمرين يجوا هي مفزوعة كده؟ عايزة سياح يجوا هي مفزوعة كده؟ عايزة مواطنين ينتجوا ويحسوا بأمان وهي مذعورة للدرجة دي من يوم؟ ومقومة الدنيا في إخافة الناس وبث الذعر لهم من اليوم ده؟ إذا كان في يوم ودعوات مجهولة تقريبا ومهجورة تقريبا عاملة درجة الفزع في أجهزة الدولة، يبقى إيه بقى؟ أمال إيه؟ أمال فين الأمان اللي بنتكلم عنه، الاستقرار وبكرة الأحلى والجاي؟ إذا كان شويتين، إذا كنا بنركب الهوا بسرعة قوي كده. فده برضو دلالة، أنا مقدر بقى في السياق ده كمان إن الدولة حريصة، كل أجهزة الدولة حريصة على إنه الناس تسكت خالص عن أي مشكلة أو أي سلبية. أحسن 25 يناير جاي، وبقت ظاهرة على فكرة وصل درجة الهوس. يمكن فيها جانب إيجابي واحد، إنه أجهزة الدولة مراعية المواطن كده وقلقانة منه أو خايفة يستجيب للدعوات دي. ده معناه إن الدولة لسه يعني عايزة رضا المواطن، ولسه قلقانة من إن المواطن يعني لما يتم تدجينه كاملا، وإنه يعني فاهمة إن المواطن مش مرتاح قوي كده، وإنه ممكن يبقى عرضة للاستفزاز والتحريض. الجانب الإيجابي ان لسه في اجهزه الدوله القلم للمواطن، مش راميه طوبته ومش مدركه ان المواطن ده يعني هيعمل ايه يعني، ولا يعرف ينفض قلوعه. كويس، ده الجانب الايجابي ان في اجهزه الدوله متنبهه انه في
رأي عام ممكن يتكون، أو أنه في مواطن ممكن يزعل أو ممكن يتأثر، أو أنه المواطنين ممكن يأثروا ويبقى في درجة من الدرجات الحركة أو الرغبة في إعلان رأيه. كويس، ده جانب إيجابي. إنما الجانب السلبي إنها بتحاول